Good morning from MTV Alive. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. My wish come true. All I want. صباح الخير من الام تي في لكل المشاهدين، ومع الغنيه بنقول كل شيء بدنا اياه على عيد الميلاد انه يكونوا احبابنا حوالينا وقادرين انه نتمتع بكل لحظه نحن وياهم. لو كانت يمكن الظروف اوقات المعيشيه صعبه، او كان المرض يمكن تقلان على كتافنا، او يمكن المسؤوليات كبيره، ضروري نكون منتبهين انه لازم تكون فرحه العيد موجوده، لازم تكون الاجواء حلوه بالرغم من كل شيء، لانه هي زواده لكل السنه. اذا ما اخذناها هلا بتصير صعب نكمل السنه نحن وعنا زواده قويه. اكيد كل الناس بلشت تحضر حالها للعيد، بس في كثير ناس كمان عم تلتفت للي حواليها وتشوف هني كمان كيف معقول يكونوا عم بيعيدوا. بونجور. بونجور كاتيا. بونجور كاتيا. تحيه عن جد كثير كبيره لكل الجمعيات يلي عم تهتم بكل الناس يلي موجوده حواليها، وتحيه لكل الناس يلي داعمين هالجمعيات، لان المجتمع أكيد. المدني ضروري يكون ايد بايد والا ما بيقدر يعمل. صحيح. صح. وهذا المجهود على مدار السنه كمان كاتيا، يعني هلا نحن بنشوف النتائج تبوله اكثر بفتره العيد، ولكن على مدار السنه عم بيشتغلوا، وشابو للكل. اكيد. شو عندك فادي اليوم؟ بدي خبرك اليوم شو ازعج شيء بالمطبخ مثلا بالطبخ، بس كون واحد عم يطبخ او عم يقلي بالتحديد، عايز عم يقلي. برافو عليك. ازعج شيء الريحه، رح لاقي طريقه، صار في طريقه اكشلي، شركه المانيه لقيت طريقه جديده لحتى نتخلص من الروايح ما تطلع ريحتنا قلي مثلا. بنجيب دليفري. يمكن هذه احيانا حل. مقليين خالصين. شو عندك تينا؟ اليوم رح تكون معي رندا بإيت سمارت. الموضوع بهم الأهل اللي أولادهم عندهم قلة التركيز أو الحركة المفرطة عند الأولاد، وكيف علاقة بين هالشيء ونظامهم الغذائي. فهذا الشيء يعني إيمات هيك بنحب نلتجئ للأشياء الطبيعية كاتيا تنحل مشاكل صغيرة، فليش لا من خلال التغذية. رح ناخذ أكثر تفاصيل من رندا، ورح نحكي أكثر أكيد عن معاني عيد الميلاد. كمان رح نكون بسياحة بيئية بالضنية وكثير من المواضيع الثانية. خليكم معنا هلا مع اب تو ديت. باب تو ديت لليوم للاسف البدايه رح تكون مع سطو مسلح على الكريدي الليباني بالمكلس. يعني هالخبريه اللي امبارحه هيك شوي هزتنا، انه بهالسهوله بمنطقه هالقد مأهوله، بمنطقه هالقد يعني فيها قوى امنيه والى اخره، ممكن يكون في سطو مسلح هين لهالدرجه ويفروا السارقين لجهه مجهوله. تبين انه السياره يلي استعملوها هي ليبرتي بيضاء، كانت مسروقه فجر نفس النهار من ماريو فارس بالدكوينه، وتبين انه الصندوق كله يلي كان موجود اكيد بالبنك سرق بعد ما هددوا الموظفين بقوه السلاح، على امل يعني القوى الامنيه تكون عم تقدر تلقي القبض على هالسارقين منعا اكيد لتجدد حوادث من هالنوع. من ناحية تانية، رئيس التيار الوطني الحر بيقول للام تي في ان جبران باسيل انه خلال اجتماع المجلس السياسي للتيار اللي انعقد امبارح بالمركز بالمقر المركزي للحزب، انه ما في عوده الى الوراء بما يتعلق بالاتفاق مع القوات اللبنانيه، وتوقف باسيل عند الهجمه اللي عم يتعرض لها الاتفاق بين التيار والقوات، خصوصا عبر صحيفتي السفير والاخبار، واكد انه هالحمله وكمان عرقله تاليف الحكومه ما رح تؤدي الى تراجع الفريقين المسيحيين عن التوافق، لافتا بالوقت نفسه الى انه ما كتب عن انه الاتفاق بينهم شمل الاستحقاق الرئاسي المقبل غير صحيح. وعلى صعيد اخر، اكد مصدر قريب من باسيل انه ما حكي عن نيه الاخير زياره بنشعي ولقاء رئيس تيار المرضى النائب سليمان فرنجيه كمان غير صحيح، ما في شيء من هالموضوع.
ونحن طبعا بانتظار تأليف الحكومة قبل 18 شهر، لأنه ب 18 شهر يعني وما فوق بيكونوا كثير من الأشخاص يلي لهم العلاقة كثير قريبة بهالموضوع بيكونوا بلشوا بدهم يسافروا لا يعني أسباب أو لأخرى وبترجع بتتأخر وبتمد. كاتيا، إذا سافرنا رحلة مع مجموعة أشخاص أو لحالنا بضل في صديق صغير مرفقنا، بتعرف شو هو؟ تليفون. تليفون يعني تليفون أكيد سمارت فون عم نحكي. فاختار موقع إنستغرام المخصص لمشاركة الصور وجهات السياحة المفضلة لدى مستخدمين من خلال تتبع الأماكن الأكثر شعبية على الموقع. بأول درجة احتلت نيويورك المرتبة الأولى، أكيد معروفة بسيارات الإجرة الصفر، ناطحات السحاب المتلألئة، وإجت بمركز الأول. المركز الثاني لندن، لا أكثر صور انعرضت على موقع إنستغرام كانت للندن. ثالث مرحلة موسكو، حازت على لقب ثالث أكثر وجهة سياحية مصورة على إنستغرام، أكيد بفضل كاتدرائية القديس باسيل عم نشوفها. بعد موسكو في ساو باولو بالمرحلة الرابعة. الخامسة أكيد باريس، عاصمة الفرنسية، كيف ممكن نروح على باريس وما نصور التوريفيل. الدرجة السادسة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة المعروفة بفنادقها ومنتجعاتها المخصصة للاسترخاء للتشيلينج والبيوتيفول سويمينج بولز مثل ما شايفين بالصورة. المرتبة السابعة سان بيترسبرغ كمان بروسيا بفضل متحفها اللي بعود للقرن ال 18. المرحلة الثامنة ريو دي جانيرو برازيل، أكيد من بعد استقبالها للأولمبياد احتلت المرتبة الثامنة. التاسعة اسطنبول تركيا، ولقبت مدينة اسطنبول أكثر شعبية للطعام على مواقع التواصل الاجتماعي. أما المركز العاشر هو جاكرتا إندونيسيا، أكيد هون عم نحكي عن أكثر صور التقطوا وانعرضوا على موقع إنستغرام. صارت هين الأشياء. ستاتيستيكا على السريع. منتابع مع خبر ثاني، لبنان بالمرتبة الأولى بالقراءة. دايما يعني موضوع القراءة وقراءة الكتب عم نقول دايما عالميا معروف أنه بتراجع، وعالميا ما في إحصاءات كافية لهالموضوع. أما ببرنامج أطلقته اليو أن دي بي كمان مع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم، تبين أنه لبنان هو بالمرتبة الأولى بالقراءة ب 29 كتاب كمعدل سنوياً قراءة، شغلة كتير حلوة. من جهة أخرى اتضح خلال القمة أنه المتوسط العربي لعدد ساعات القراءة سنوياً 35 ساعة تقريباً و15 ساعة قراءة بالمجالات ذات الصلة بالعمل و20 ساعة خارج الدراسة أو العمل. أما المتوسط العربي لعدد الكتب المقروءة سنوياً فهو 16 كتاب، منها 7 كتب تقريباً ذات صلة بالدراسة أو بالعمل و9 ساعات خارج الدراسة أو العمل. وأكيد تتفوق القراءة الإلكترونية على القراءة الورقية، أما الروايات والمجلات المتخصصة والصحف والقصص المصورة هي من أهم أنواع القراءات. تم خلال القمة الإعلان عن الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهن بيل أند ميليندا جيت فونديشن. بهنا بهالموضوع طبعا أنه لبنان هو بالمرتبة الأولى بعدد الكتب المقروءة 29 كتاب كمعدل، بينما بالعالم العربي 16 كتاب هو المعدل. خبرية حلوة. كاتيا، بتحبي هيك تنتقلي لوين ما كان بالعالم أنت وقاعدة محلك؟ انه ايه يعني هلا عم تكبر راسك بتصيري. هيدا ابتكار جديد من شركه مايكروسوفت بيخلي الاشخاص ينتقلوا لوين ما كان بالعالم بس بكبسه زر، مثل ما عم نشوف بالفيديو. هالابتكار اسمه هولوبورتيشن، وهو بيتقلب بشكل اساسي من كاميرات 3 دي وعوينات خاصه بالموقع الافتراضي، اسمه فيرتشوال رياليتي. اكيد بيسمح للاشخاص انه يتفاعلوا مع بعض عن بعد، كل واحد فيه يكون موجود بمكان بالعالم. مثل ما عم نشوف هون بالفيديو، هيدا الشخص هو واحد من القايمين على الـ على الـ
على مشروع شهرام إزادي قدر ينقل الدمى أو البوبي تبعت بنته من منطقة لمنطقة تانية مثل ما عم نشوف. بعنا بإطار اللعبة. انتخابات ملكة الجمال حول العالم دائما مثيرة للجدل، وطبعا الجمال هو نسبة، ولكن هل يعني مسابقات الجمال، الجمال الجسم والوجه طبعا وإلى آخره، هو يلي بده يطغى ولا غير أنواع من الجمال؟ يعني ما بدنا نضحك على بعضنا، طبعا الجمال الخارجي هو يلي بده يطغى، ولكن بملكة أو انتخاب ملكة جمال تونس كان في كثير اعتراضات على الملكة المنتخبة، وقيل أنه في كثير أحلى منها بي مثل ما بيصير عادة. يعني أنا ذكرت شو صار عنا. ولكن يعني التفسير كان أنه صارت ملكات أو انتخاب ملكة الجمال بتونس التركيز فيها أكثر على الثقافة والقدرة على مساعدة المجتمع وإلى آخره من المواضيع. هذا هو كان التبرير. بكل الأحوال مبروك لملكة الجمال بتونس. رح ننتقل لجمال من نوع آخر، جمال فينا نقول طبيعي 100%. رح ننتقل لمنطقة شكا من صورنا اليوم. عم نشوف البحر وشوية ثلج على المرتفعات، يعني مش قليل. ايه في شوية ثلج، تنشوف قد ايه رح يضاينوا. الحرارة 22 وانخفاض بسيط بالحرارة هاليوم. هلا وقفة صغيرة ومنكون مع فادي اللي نطرنا بتكنولوجي، خليكم معنا.